بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نواصل بإذن الله تعالى من حيث كنا قد توقفنا قبل الصلاة. نعم، أستاذ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وجميع المسلمين. حدثتمونا حفظكم الله بسندكم إلى الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، كتاب الجامع باب الأدب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فاحمد الله، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. نعم، هذا كتاب الجامع. اعتاد المصنفون رحمة الله عليهم أن الواحد منهم يورد مجموعة من الكتب في كتابه، كتاب كذا، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب كذا كذا كذا، ثم بعد ذلك في الختام يورد كتابا جامعا يورد فيه مجموعة من المسائل المختلفة التي لا يمكن جمعها بعنوان واحد، لا يجمعها اسم واحد ولا ترجمة واحدة ولا عنوان واحد، فيقول هذا كتاب جامع، يعني جمع شتات المسائل، المسائل المختلفة التي لا يمكن أن تنضبط بعنوان واحد، لا يشملها عنوان واحد، واحدة في الأدب، واحدة في الصلاة، واحدة في الزكاة، واحدة في البيوع، واحدة كذا، واحدة وهكذا، فيجمعها بهذا العنوان. ولذلك الإمام مالك رحمة الله عليه حين كتب كتابه المبارك الموطأ جعله في 45 كتابا، بدأ من كتاب الوقود إلى نهاية، ثم الكتاب الأخير هذا جعله كتاب جامع، فعمد إليه بعض النساخ وبعض من الرواة الذين رووه فقسموه إلى 16 كتاب، الجامع وحده تحول إلى 16، فصار المجموع 61 كتاب، إلا أصله 45، لأنه كتاب جامع يعني جمع فيه مسائل شتى. وهكذا هو الحافظ هنا ابن حجر ختم بلوغ المرام بهذا الكتاب بهذا العنوان الذي هو عنوان كتاب جامع لمسائل مختلفة. فبدأه بالأدب، قال: حق المسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، له ست حقوق أو أكثر، قد تجد حقوق أخرى في أحاديث أخرى. إذا لقيته فسلم عليه، من حقه عليك أن تلقي عليه السلام، عرفته أو لم تعرفه، جمعتك به مصلحة أو لم تجمعك به مطلقا، بل إن من علامات الساعة أن لا يسلم الرجل إلا على من عرف، أما أن يكون عن السلام حكر على المعرفة وكذا هذا مشكلة كبيرة. ومن الناس من يتبع هواه في هذا الصدد، فإذا خالفك في مسألة خلاص لا يسلم عليك، أنت لا تستحق أن يلقي عليك السلام. وهذه ظاهرة صارت مستشرية في الناس، نسأل الله العافية، يبدعون كل الناس ولا يسلمون على أحد، لا يلقون عليك السلام إنما يرونك مبتدعا، ولا يردون عليك السلام إن سلمت عليهم، أعاذني الله وإياكم. هذا هلك المتنطعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو التنطع بعينه. إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه ما لم يكن هناك ما يمنعك، وإذا استنصحك فانصحه، إذا طلب منك النصح فانصح له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وإذا عطس فحمد الله شرط، فشمته، أفهمه إن لم يحمد الله فلا حق له عليك أن لا، لأن بعض الناس مجرد تعطس يقول لك يرحمك الله، لا، انتظروا حتى يحمد الله ثم ترد أنت عليه يرحمك الله، إن لم يفعل فلا شيء له عليك، هو أذهب حقه بيده. فحمد الله فشم. وإذا مرض فعده، حينما تعلم بأخ لك مريض فعده قدر مستطاعك، وإذا عدت المريض فراعي آداب العيادة، آداب زيارة المريض، لا تطل الجلوس عنده، لا تبدأ تذكر عنده ما أن هذا المرض وقع لفلان وهلك وهذا المرض، تخوف ورم تفزع وهكذا، وهذا إن شاء الله لا بأس طهور، قل له لا بأس طهور إن شاء الله،
وهكذا. وإذا مات فاتبعه، فاتبع جنازته واحضر تشيع جنازته. نعم، بغض النظر تحبه تكرهه توافقه تخالفه له عليك هذا الحق. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. في أمور الدنيا كلها انظر إلى من هو دونك. في أمور الدنيا تجد نفسك فقير، انظر إلى من لا يجد ما يأكل. تجد نفسك ليس عندك عمل رسمي، هناك من ليس عنده عمل مطلقا. تجد نفسك فيك المرض الفلاني، وانظر من عنده أسوأ منك. تجد نفسك معاق في العضو الفلاني، هناك من كل الأعضاء لا تتحرك. يعني الدنيا كلها انظر إلى من هو دونك، وأمور الآخرة انظر إلى من هو فوقك. والله هذا أكثر مني صيام، ماذا بينكم كيف؟ وهذا أكثر مني صدقة، ماذا بينكم كيف؟ وهذا أكثر مني قيام، هذا أكثر مني تلاوة القرآن، ماذا بي؟ وهذا اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فيه. وذكر رجل أتاه الله مالا سلطه على هلكته، ينبغي أن تحسده عليه. ليس الحسد أن تتمنى زوال النعمة عنه، لا، أن يكون لك مثل ذلك. أو رجل أعطاه الله القرآن فيقوم به أناء الليل وأطراف النهار، وهكذا. انظر إلى من هو فوقك في أمور ما يقرب إلى الله، وأمور الدنيا انظر إلى من هو دونه، فتعرف بذلك قدر النعمة التي أنت فيها. نعم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. خرجه مسلم. البر مجموع بحذافيره في حسن الخلق. حينما يكون المرء حسن الخلق فاعلم أنه قد حوى البر، قد حوى البر حقيقة بين جنبيه. انظروا. نعم. قال إيش؟ البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك. عندما تجد نفسك غير مطمئن لهذا الفعل فاعلم أن فيه شيء. حينما تجد نفسك تريد أن تفعل الفعل ولكن لا تحب أن يعرف أن يطلع الناس عليه، عرف أن فيه شيء. لو لم يكن كذلك لما كرهت اطلاع الناس، يعني معناه فيه إثم. وهذا معنى استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوه. تجد القلب غير مطمئن للأشياء التي فيها إثم، لا يطمئن لها، يبقى متردد، فاتركها. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه واللفظ لمسلم. ثلاثة في مكان واحد لا يجوز لواحد أن يأخذ صاحبه ويقول تعالى أقول لك شيء ويترك الآخر الثالث هذا، لأنه ذلك يحزنه، ربما يتآمرون علي، يتآمران علي، وإلا لماذا لا يذكرون هذا؟ لا يذكران هذا. حينما تختلطون بالناس جماعة يأخذ إنسان واحد على حدة لا مانع، ولكن أنتم ثلاثة فقد تأخذ أحدهما وتترك الآخر، معنى أن هناك مؤامرة تحاك ضده، سيحزن قطعا. ولو لم تكن كذلك هو سيسول له الشيطان أن الأمر هو كذلك. فهذا من الأدب، من الأدب إذا كنتم ثلاثة أن لا ينأ اثنان بنفسيهما جانبا عن الواحد ويتكلمان، ولا يتكلمان فيما بينهما بلغة لا يعرفها ذلك، لأن هذا أيضا مناجاة إن كانت لهم لغة مشتركة. كلنا نتكلم لغة واحدة، ولكن أنتما تعرفان لغة لا أعرفها فتتكلمان بها وأنا حاضر مع قدرتكما على الكلام باللغة المشتركة بيننا، لا تفعل، لأن ذلك مناجاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. لا يجوز أن يقام الرجل من مجلس كي يجلس فيه غيره. نوض فلان باش خلي فلان يريح، لا ينبغي، هذا لا يليق، من سوء الأدب. وإذا قام أيضا وهو يريد أن يرجع لا يسبقه آخر لمكانه، ترك شيء يدل على أنه سيرجع، خرج ليتوضأ، خرج لشيء يسير، يعني لا تجلس مكانه، هذا من سوء الأدب. إن شاء الله واضح. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما
فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، متفق عليه. هذا من أدب آداب الطعام، أنك قبل غسلك ليديك وقبل مسحهما العقهما، هذا فيه بركة، لأنك لا تدري في أي طعامك تكون البركة، قد تكون فيما علق بأصابعك. حين كان الناس يأكلون بأيديهم، أما اليوم الملاحق الله يجيب الخير إن شاء الله. نعم، لا بأس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: والراكب على الماشي. جيد، نحن جميعا مأمورون بإلقاء التحية، ولكن من الأولى بأن يبدأ ويبادر، يأخذ بالمبادرة، وهو الذي ينبغي أن يسبق إلى السلام؟ الصغير يبدأ بالسلام إلقائه على الكبير، القليل على الكثير. أنت واحد وهذان اثنان، أنت تبدأ بالسلام، تسلم عليهما ويرد عليك واحد منهما يكفي. الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والقاعد الماشي على القاعد، وهكذا. يعني هذه آداب، فإن لم يفعل فلا تتركها أنت. لم يسلم عليك الصغير، سلم أنت عليه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الصبيان ويسلم عليه. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم، رواه أحمد والبيهقي. وذلك أن إلقاء السلام سنة، وهو سنة كفائية، إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين، مجرد سلام واحد يكفي، لا يشترط أن نسلم جميعا. ورد السلام فرض، ولكن فرض كفائي، إذا رد واحد يكفي عن البقية، وهكذا. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، أخرجه مسلم. هذه المسألة ذكرناها بالأمس، وبينا أنه قد يكون المراد بذلك والله أعلم أهل الجزيرة، جزيرة العرب، حينما كان يمهد لإجلائهم منها. وإلا فالله عز وجل أمرنا بأن نحسن لمن لم يكن من أهل الحرب علينا، وقال فقال جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، إن الله يحب المقسطين. فمن البر أن تسلم عليه وتحسن إليه، وهكذا. نعم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم، أخرجه البخاري. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور، نعم، لما فيها من خير الدنيا والآخرة. فقال لنا: حينما يعطس الواحد منا فينبغي أن يقول الحمد لله. شوف، قال الحمد لله ولم يقل رب العالمين. لذلك تعطس تقول الحمد لله رب العالمين، ما قال هذا. قادر يقول لك قول الحمد لله رب العالمين، قال قول الحمد لله. هذه حكم لا نعرف لماذا نتبع فيها فقط. قل ما قال لك واكتفي به يكفيك، ولا وسع الله على من لم يسعه ما وسع يكفيك. الآخر يقول لك يرحمك الله، ما قال العظيم، مع أن الله هو العظيم، ولكن قال له قل يرحمك الله، قل يرحمك الله. يرد عليه هذا: إن شاء قال له يهديكم الله ويصلح بالكم، وإن شاء قال غفر الله لنا ولك. كلها واردة صحيحة، واكتفي بما قيل لك تجد بركة ذلك. ما يقول لك لا ما في مانع، أقول الحمد لله رب العالمين، معليته خلاص. يقول نعم الحمد لله هو رب العالمين لا شك، ولكننا لا نستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول هذه شرعها لنا وهذه والأخرى شرعناها لأنفسنا. هذه الحمد لله عرفنا أنها سنة، زي رب العالمين هنا في هذا الموضع شنو محلها؟ شنو نقول؟ وايش صنفوها؟ ايش سنة؟ ما نقدو ما شرعها لنا النبي. نقول لا مباحة، يعني قلنا لا يوجد في العبادات مباح، العبادات ليس فيها مباح، لأن المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والعبادات يرجى منها الثواب. فما دام كذلك شيء ليس فيه ثواب لا يمكن وصفه أنه عبادة، واضح؟ وهكذا. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يشربن أحد منكم قائما. خرجه مسلم. ذكرك شيخ عبد الرحمن لو أنك هاتفك درت له كود بهذه الكلمة، كلمة هذه الحمد لله رب العالمين، حروف هذه كتبتها هي الكود نتاعه. إيه. جيت أنا باغي نفتح كتبت الحمد لله رب العالمين يفتح؟ يفتح ما يفتح. إيه. كلمة السر هي الحمد لله. الحمد لله. أنا درت له الحمد لله رب العالمين يفتح؟ ود. خلاص تأمل زي هذه. إيه. هذه أكواد، هذه حكم ما نعرف لماذا نتبع، فقط سمعنا وأطعنا. نعم. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما. خرجه مسلم. لا ينبغي أن يشرب الإنسان قائم، مكروه، إلا من كان مضطر أو كانت الحاجة المكان يستدعي ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم شرب من شن معلق قائم، ولكن هذا معلق، وقيل معلق في على بعير، يعني لا يمكن أن تجلس عند رجل البعير، ربما يضربه، لا يناسبه إلا أن تشرب منه. جاء زمزم وشرب منه قائم، ولكن زمزم إذا جلس هو وجلس هذا وهذا خلاص صد الممر، هذا مكان يراد منه المرور بسرعة، يناسبه أن تشرب قائم. أما الحالة العادية عندما تكون في ساعة من أمرك فاشرب جالس. واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد صح عنه في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه لا يشربن أحدكم قائما ومن نسي فليستقي. هذا يعني فيه دليل على أن الأمر ليس بالسهل. نعم، يأتيك واحد ويقول لك نعم رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما، نقول لا بأس. أين رأيتم في هذه المناسبات التي ذكرنا لا يناسب فيها أن تجلس أصلا؟ إذا لم يكن الأمر كذلك الأولى أن تشرب جالسا. إن كنت مستعجل مضطر في طريق في كذا لا تجلس فيها، خلاص أشرب قائم عند الحاجة، ولكن إذا كنت في حالة عادية فالجلوس هو الأصل. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. واضح إن شاء الله. عندما تنتعل تلبس النعال أول ما تلبس اليمين، عندما تنزع أول ما تنزع الشمال، تكون اليمين هي الأخيرة في النعال، يعني هي أول ما لبس وهي آخر ما بقي في النعال. وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمون في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحد ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليهما. إن شاء الله واضح هذا. نعم. هذا واضح. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. متفق عليه. عندما يجره خيلاء ورياء وبطرا عقوبته هي هذه، وهو في الوعيد على كل حال، أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه بجريرته. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. خرجه مسلم. واضح جدا. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير سلف ولا مخيلة. خرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. يعني كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزك سرف ومخيلة، ما دمت لم تقع في الإسراف هو مجاوزة الحد، ولم يكن الدافع لك هو الخيلاء، فلا حرج عليك أن تأكل ما شئت وتلبس ما شئت. ليس معناه أنك لابد لكي تكون زاهد حقيقة لا تلبس إلا الرث ولا تأكل إلا الخشن، هذا لا، ما أمرك به الله سبحانه وتعالى، بل قال لك وأما بنعمة ربك فحدث، أظهر نعمة الله عليك. واضح، إذا أنعم عليك فإنه يحب منك أن يرى أثر نعمته عليك، إذا أنعم عليك. مفهوم. المهم لا تبلغ الإسراف، وقد قال لنا جل وعلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لا تسرف، الإسراف مجاوزة الحد. مفهوم.
وإذا نجوت من الإسراف ونجوت من الخيلاء فكل ما شئت والبس ما شئت. فضبطها بهذا: كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزك سرف ومخيلة. نعم. باب البر والصلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط عليه في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. خرجه البخاري. نعم. من أحب أن يبسط له في رزقه، جيد، مع أن الرزق قد ورد أنه يكتب حين تنفخ فيك الروح، يرسل إليه الملك فيأمر بكتب أربعين برزقه وأجله وشقه، معروف، جيد. فإذا هذا البسط في الرزق قيل على الأرجح أنه بركة يدعوها الله لك سبحانه وتعالى في رزقك، فتجد فائدته وغلته وثمرته فتهنأ به وتسعد، أو تمحق البركة فتشقى فيكون وبالا عليه. نفس الشيء الأجل، جيد. وهذا الأمر من القدر، والقدر معلق، فاهم؟ يوكل الله سبحانه وتعالى به ملائكة فيقول لملائكته: انظروا عبدي هذا، إن تصدق فباركوا له فافعلوا له كذا وكذا، إن وصل رحمه فافعلوا له كذا وكذا، إن لم يفعل فامضوا عليه الآخر. هناك السلبي والإيجابي، إن فعل كذا فامضوا عليه الإيجابي، وإلا إن لم يفعل فامضوا عليه السلبي. فهذا داخل في عموم قوله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ما يشاء مما قدر به ولم يقدر، فإذا أثبته صار قضاء فلا راد لقضائه. فهي من الفرق بين أمرين، مسألة دقيقة متعلقة بالاعتقاد، الإيمان بالقدر، جيد. إذن يبارك لك فيه أو قد يكثر حتى، لأن كان معلق، فإن فعلت ما أمرك به كثره أو دع فيه بركة، أو هما معا. وكذلك الأجل قد لا يكون فيه زيادة الساعات، لأنه إذا جاء أجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لكن فيه بركة، وهذه البركة تلحظها في أعمال بعض الناس. نحن إذا نظرنا إلى الإمام النووي رحمة الله عليه، عاش كم؟ 45 سنة، أقل منا بكثير. وما ترك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من كنوز الخير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. تجد آخر عاش مثل عمرها وأكثر، ما بقي له شيء، وما عاش حتى عيشة هنيئة. هو الأجل نفسه، ولكن هذا وضعت فيه بركة. وهذا سيبويه إمام النحاة 33 سنة، وهكذا بركة يودعها الله سبحانه وتعالى في أعمال بعض الناس، فينتفعونهم بها وينتفع بها الناس ويرفع الله لهم ذكرهم فيها، رغم أنها ربما محدودة. هذا الإمام النووي الذي لم يشرح صحيح مسلم مثل شرحه، والذي ما جعل الله سبحانه وتعالى في الأرض من القبول لكتاب مثل كتابيه، يعني كتب مثل رياض الصالحين ومثل الأربعين النووية، ولا أحسن على مسلم من شرحه. فيأتيك سفيه ويقول لك النووي مات لا يعرف ربه، حول ولا قوة إلا بالله، عش ترى عجبا كما قيل. الله أكبر. سفيه، الله، ابن 34 سنة لا يعرف يمينه من شماله، يأتيك ويجرح كبار أئمة الأمة. نعم، النووي ليس معصوم وغيره ليس معصوم، لا عصمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم لأحد، ولكنه أن ينكر فضله وعلمه هذا لا ينكره إلا مكابر، نسأل الله العافية. ها؟ نعم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، متفق عليه. نسأل الله العافية، يعني لا يدخلها ابتداء، ليس معناه لا يدخلها مطلقا، لأن هذه الأمور إذا جاءت فيها الوعيد نقول محمولة على أنه لن يدخلها، يستحق دخولها ابتداء، وقد يعفو الله عنه ويدخله ابتداء، وقد يعامله بعدله فيؤخر عن الدخول. أما أن لا يدخلها وهو من أهل لا إله إلا الله، لا، سيدخلها قطعا، لأن الله عز وجل يبعث ملائكة من جند من ملائكته ويقول لهم يوم القيامة: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من خير.
أو من إيمان. إذن ستشفع له لا إله إلا الله قطعا لن يخلد في النار، ولكن قد يدخلها إن عمل بالعدل، وقد لا يدخلها إن عمل بالفضل، وهكذا. فنحمل هذه النصوص التي فيها مثل هذا على أنه لا يستحق الدخول ابتداء، لا أنه لا يدخلها مطلقا. واضح؟ لأننا لا نخلد أحدا من أهل لا إله إلا في النار، لا يعني عندنا يقين أنه لا يخلد في النار من قال لا إله إلا، موقنا بها من قلبي طبعا. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. جيد. هذه وتلك عقوق الأمهات ووأد البنات، هذه خرجت منها وتلك خرجت منك، فإياك وعقوقها وعقوق هذه، وإياك ووأد هذه. جيد. والوأد معروف، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. ومنعا وهات، تمنع ما عليك وتريد الذي لك. الذي عندي لا أؤديه، والذي لي أريده، بل أريد حتى ما ليس لي. هذا منعا وهات، يمنع ما عليه من حق ويريد الذي له من واجب. وكره لكم قيل وقال، قيل والقال هذا الخوض، وكثرة السؤال فيما لا فائدة فيه. ليس السؤال المحمود، السؤال المحمود الله عز وجل أمرنا به، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واضح؟ ولكن السؤال من أجل السؤال، السؤال من أجل التعجيز، السؤال عما لا طائل من ورائه، السؤال عما ليس تحته عمل، حتى لو عرفته لن تعمل بمقتضاه. ايش اسم ام مريم؟ ام مريم، وايش اسم ام موسى؟ وايش لون الكبش اللي فدا اسماعيل؟ ايش نوعيه الفاكهه اللي كلاها ادم؟ اشياء لن يسالك الله عنها، وعلمها لا يزيدك علما، فما الداعي للسؤال عنها؟ فهذا السؤال الذي لا خير فيه ولا ينبغي السؤال عنه. بل كانوا حين كان القران ينزل، الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءهم التهديد: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. عفى الله. فاليوم لا ينزل القرآن يبديها، ولكن صاحبها داخل في هذا، هذه الكراهة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، كراهة السؤال وإضاعة المال، لأن هذا المال وديعة عندك، ليس لك أن تفعل فيه ما شئت، وإنما تفعل فيه ما أمرك به ربك سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن بين هذه الأربع: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لا يكفي أن يكون مصدره حلالا فتقول هذا مالي يفعل فيه ما شئت، كما قالت قوم شعيب وتنهانا أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أن نفعل في أموالنا ما نشاء تحول بيننا وبين أموال. لا، نحن نقول هذه الأموال ودائع، والوديعة يفعل فيها المودع عنده ما أمره به المودع، اللي هو الله سبحانه وتعالى، جعلها وديعة في يدك، فعل فيها ما يرضيه تبارك وتعالى وهو سائلك عنها. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. خرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. واضح جدا. تريد رضا الله سبحانه وتعالى فالزم رضا الوالدين في غير معصية الله طبعا، وإذا أمراك بمعصية لا تفعل تلك المعصية، ولهما عليك حق الطاعة فيما سواها. لذلك قال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما فيما ليس لك به علم، وصاحبهما في الدنيا معروف، يبقى حقهما ثابت عليك. واضح؟ لأن الناس لا يفهمون هذه المسألة فيقول: مجرد أن يأمرني مخلوق بمعصية سقط حقه في الطاعة. نقول: لا، يسقط في تلك المعصية، لا طاعة له فيها، ما عداها له عليك حق الطاعة. واضح؟ والمخلوقين الذين لهم عليك الطاعة ذكرناهم بالأمس. أربعة تذكرون؟ نعم، ولي الأمر. قلنا أولا طاعة الله سبحانه وتعالى ورسوله، هذا خلاص مفروق منها، لا قيد ولا شرط، تطيع سمعنا وأطعنا. طاعة المخلوقين أربعة: ولي الأمر والوالدين والزوج والسيد بالنسبة للمملوك. هؤلاء الأربعة طاعة في المعروف، وإذا أمر بغير معروف لا تطيعه في تلك، ويبقى له حق الطاعة فيما سواه.
نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. هذا معناه لا يكمل له الإيمان، لا يكمل حق الإيمان، لا يكمل الإيمان للمرء حتى تتوفر فيه هذه العوامل، يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأشياء أخرى يأتي بعضها، هذه تسمى شروط الكمال. واضح؟ لا أنها تنفي أصل الإيمان، أصل الإيمان موجود عندك بلا إله إلا الله موقن بها قلبك، أصل الإيمان موجود عندك بالإيمان بالملائكة وبالرسل وبالكتب وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، أصل الإيمان موجود، ولكن كماله مرهون مشروط بهذه المكملات. فهمنا زين؟ بعض الناس مجرد يقول لك لا يؤمن معناها ما عنده إيمان مطلقا. لا، كيف؟ أين ماذا ستفعل بلا إله إلا الله وبالإيمان باليوم الآخر وبالإيمان بالكتب وبالرسل وكلها صفحة عدم؟ لا، هو مؤمن لكن ناقص، ما عنده إيمان كامل، مؤمن بإيمانه ناقص بعصيانه، لا يستحق الإسم المطلق ولا يسلب مطلق الإسم. هذه قاعدة أعطيناها من قبل تعرفونها، دقيقة جدا في التعريف. مؤمن بإيمانه ناقص بعصيانه لا يستحق الإسم المطلق ولا يسلب مطلق الإسم. الإسم المطلق مؤمن كامل ما يستحق، يسلب مطلق الإسم ليس بمؤمن مطلقا، لا لا يستحق، بل هو مؤمن بقدر ما عنده من الإيمان ناقص بما فيه من العصيان. فهمنا زين؟ نعم. باش ما نكون ويش؟ ما نكون كالجبرية، نعم، وما نكون كالجهمية كالمرجئة. المرجئة يقولون ما دام عندك أصل الإيمان خلاص إيمانك كامل، تو جبريل كيف كيف ما في فرق. واضح؟ والطائفة الأخرى مقابلها يقولون ما دام قد نقص شيء من إيمانك فقد ذهب إيمانك كله. فالإيمان نقول ليس هكذا، ليس شيئا واحد بحيث إما أن يوجد كله وإما أن يفقد كله، بل هو أبعاض وأجزاء، كما قال صلى الله عليه وسلم بضع وستون شعبة، الإيمان بضع وستون وبضع وسبعون، قد يوجد عندك البعض وينعدم عندك البعض الآخر، الناس فيه متفاوتون، ليس إما أن ينعدم كله وإما أن يوجد كله، وليس أيضا ما دام قد وجد بعضه فكله موجود، لا. خلاص؟ هذه مسائل دقيقة يا طلاب العلم اعتنوا بها جدا، لأن مسائل الاعتقادات هذه ما هي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. متفق عليه. وهذا متضمن في قوله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. شفتها نفسها هي. أعظم الذنب وهو الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى الإشراك به، ولذا هو متضمن في كل شرائع تحذير منه. الوصايا العشر التي في أواخر سورة الأنعام متضمنة في التوراة والإنجيل وفي كل ما أنزل الله من كتب وصحف. قل تعالى: واتل ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، إلى آخرها. عشر وصايا معروفة تسمى الوصايا العشر، موجودة في كل ما أنزل الله عز وجل. رأسها ماذا؟ أن لا تشركوا به شيئا، وهو الذنب الذي لا يغفره الله، من مات عليه خلاص ليس له إلا مصير واحد، أما ما سوى ذلك فهو في المشيئة. ولذلك أعظم الذنوب مثلا بعد الشرك بالله والسحر قتل النفس. ومع هذا فإن الله عز وجل ذكرها لنا وذكر وعيدها، وقبله قال شيء وبعده قال شيء يدلان على أن وعيدها في المشيئة. لأن آية ولا آية وما كان المؤمن، نعم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وعيد. جيد. ولكن قبلها توجد إيش؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما مبينا. وبعدها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.
فجعلها بينهما للدلالة على أنها فيما أنها داخلة في ما دون ذلك دون الشرك بالله، هي في مشيئة رب العزة جل جلاله، ولا شك أنها من أعظم ما يمكن أن يجنيه العبد على نفسه، نسأل الله السلامة والعافية، ولكنها ليست كالشرك قطعا. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه، قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. واضح جدا أنك من تكون سببا لسب والديك، سببت والدك أو سببت والدتك أو هما معا، حين سببت أبا الرجل أو أمه فسيرد عليك بالمثل، إنه من عاقب وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولكن مع أن الصبر خير، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولكن مع ذلك إن رددت بالمثل فالبادي أظلم، البادي أظلم، فأنت كنت السبب في لعن والديك، فكما لو لعنتهما مباشرة، كانوا في ستر الله، في منأى عن ألسنة الناس، فاضطر هذا بسبب ما سبك لوالديه أن يسب والديك، فكنت أنت مجلبة سبب لجلب اللعن لهما، فأنت كما لو لعنتهما مباشرة. نعم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. الهجران بين المسلمين لا خير فيه في الأصل، وإن دعت له الحاجة فلا يزيد على ثلاثة أيام، عندك فسحة ثلاثة أيام خلاص، فوقها ممنوع. إن بقيتما مصرين على هجرانكما فأنتما في الإثم سواء، وإن جاء أحدكما يسلم يلقي السلام وكذا ويعفو ويصفح والآخر متشبث بعناده وبال ذلك عليه، أما فوق الثلاث فلا. فترى اليوم من يهجر السنوات طوال، بل ترى من يموت فيقول لك: لا ما سلمت لي حين، روح له الجنازة اليومية طوال، نسأل الله العافية. من يموت من المسلمين وجاره أو صديقه أو قريبه أو كذا يمتنع عنه، يقول لك بسبب الهجران القديم اللي بينه. جيد. فهذا الهجران لا يحق منه أبدا شيء، ولو ساعة ولو دقيقة فوق ثلاثة أيام إذا كان لابد، والأصل لا يكون أصلا. وتجد الآن الهجران على أتفه الأسباب، بل من صار يعتبره دين يدين لله به مهاجرهم، يقول لك هذا أهل البدع مهاجرهم. يا رسول الله يهديك، متى كان هذا؟ نسأل الله العافية. إيش؟ نعم. زين لهم الشيطان وأعماله. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. خرجه البخاري. واضح جدا. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. واضح. أقل شيء، أضعف الإيمان، بشاشتك في وجه أخيك، هذا معروف صدقة يكتب لك، ما تقول ما عندي ما أتصدق به، ما أعطاني الله شيء حتى أتصدق، أعطاك الكلمة الطيبة وأعطاك عونك بيدك لأخيك الأخرق والذي لا يعرف، وتحمل له على دابته وكذا وكذا، وتجي تلقى سيارته حابسة الزمعة وهكذا، هذا كله معروف، كله من الصدقة. لا تحقرن من المعروف شيئا، لأنك لا تدري ما العمل الذي ترفع لك به الدرجات، ما العمل الذي يصير القشة التي رجحت الميزان الكفة وهكذا. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أخرجه مسلم. واضح إن شاء الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد
ما كان العبد في عون أخيه خرجه مسلم. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا وكربها في الحقيقة قليلة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وما أكثر كرب يوم القيامة وما أعظم هول يوم القيامة والمرء في أمس الحاجة لما يخفف عنه به وما ينفس عنه به فاعمل من أجل ذلك اليوم واعلم أن ما تعمله فإن البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت ليس بحديث ولكن معناه صحيح جيد كربة من كرب يوم القيامة نعم ومن يسر على معسر شيئا من أمور الدنيا إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة نفس الله عنه من عسر يوم القيامة من أمور العظام العسر الحقيقي الذي يكون في الموقف ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة يعني رأى زلة رأى هفوة رأى عثرة من مسلم فسترها عليه ستره الله في الدنيا وليس أحد إلا محتاج إلى ستر الله يوم القيامة ولولا ستر الله علينا لافتضحنا جميعا ولولا ستر الله عليك لأبى من يلقاك السلام لأبى من يلقاك السلام ولكن ستر الله علينا هو الذي نمشي به في الدنيا ونرجوه ستره في الآخرة جيد أما أن تتتبع عورات المسلمين وزلاتهم وهفواتهم وعثراتهم تلقى الواحد شوف جالس والكاميرا هنا ويلتقط صورة لهذاك العالم شوف 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 الغلطة اللي دارها شوف سمع 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 عودها لي شوف يقول سخرية يعني تهكم شوفوا فلان شوف شوف الآية يكسر فيها شوف شوف غلطة يعني كي ينتقل للآية ربما قدم أخر معروف إنسان كي يكون يعني ما يسرد هكذا آية أحيانا يوقع فيها تلعثم أو شيء شوف 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 القرآن ما يعرف وراه يتكلم في دين الله شوف شوف هذا شنو تتبع عورات المسلمين والله وال إذا كان هذا ما هو تتبع عورات المسلمين معناه ما هو موجود أصلا تتبع عورات المسلمين هذا هناك من صار هذا شغله الشاغل وديدنه يسهر الليل كامل باش مقطع في ساعتين يتبعه باش ينحي منه هذه الكلمة وهذه ويجمعهم ويقول لك ما شوف 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 صاحبكم شوف وش يقول هذا هو تتبع عورات المسلمين مالك رحمة الله عليه قال وجدنا ناس بالمدينة جيد لهم عورات وما من أحد إلا وله عورات ولكنهم أمسكوا عن عورات الناس فستر الله عوراتهم عن الناس وتجاهل الناس وأمرهم ووجدنا أناس لا تعرف لهم عورات تتبعوا عورات غيرهم فأحدث الناس لهم عورات وصدقوا ما معروف هل عورة هكذا باينة ولكن الناس بدأوا يبحثوا عنها لأنه هو اتبع عورات الناس فعامله الله بمثل ما عامله به خلق الله جزاء وفاقا والجنس والجزاء من جنس العمل فخلقت لهم عورات ونشرت وبثت في الناس وصدق القائل لآتون بها سأل الله العافية فمن ستر مسلما ستره الله ومن تتبع عورات المسلم تتبع الله عوراته ومن تتبع الله عوراته فضحه على رؤوس الأشهاد أعاذني الله وإياكم اللهم استرنا بسترك الجميل أمين. اللهم استرنا فوق الأرض أمين. واسترنا تحت الأرض أمين. واسترنا يوم العرض أمين. اللهم آمن روعاتنا أمين. واستر عوراتنا أمين. واغسل حوباتنا يا ذا الجلال أمين. والإكرام أمين يا رب اللهم وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله خرجه مسلم واضح الكلام ليس عندك هذا الخير حتى تصل به هذا المسكين تراه محتاج وليس عندك ما تعطي ولكن تعرف فلان من أهل الخير فتدل هذا على هذا ولك مثل أجر هذا هيا تبقي تفعل خير أروح أروح ستر الله سبحانه وتعالى واحفظ للمسكين كرامته وماء وجهه ودله عليه فيعينه على هذا هذه الحاجة ويستر كذا ويوفر له كذا وكذا فأنت وهو في الأجر سواء من غير أن تنقص من أجره لا أن المقدار الأجر الذي كان سيجده تقاسمانه لا أجره كامل وأجرك مثله وما ذلك على الله هذا فضل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له رجع البيهقي
من استعاذكم بالله فأعيذوا، قال لك أعوذ بالله من كذا، والله أسأل الله أستعيذ بالله من هذا الأمر، فأعذه اتركه وأعذه واجتنبه. ومن سألك بالله فأعطه بغض النظر عن حاله وما بينك وبينه. وقد قال بعض أهل العلم أنه لا ينبغي أن يسأل بالله شيء، ولكنه ليس صواب، هذا القول ليس صواب، لأن الله تبارك وتعالى يقول إيش؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أن يسألوا بعضكم بعضا بالله، فأقرها الله عز وجل في كتابه، مع علمنا بأن من المفسرين من له كلام آخر، ولكن هذا هو الصحيح، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قراءة، والأرحام قراءة، على قراءة النصب هذه والأرحام، اتقوا الله واتقوا الأرحام، يسأل بعضكم بعضا بالله ويسأل بعضكم بعضا بالرحم، الرحم الذي بينك وبينه، جيد؟ و يعني اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام، بالنسبة لقراءة النصب اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها، قراءة الجر اتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام، تكون معطوفة على الله يعني به وبالأرحام. وعلى كل أن السؤال بالله أقره الله عز وجل في كتابه فهو جائز، وإن كان هناك ملعون من سأل بالله وكذا لا يصح، لا يصح ذلك، لا يصح، واضح؟ أظن نكتفي بهذا إن شاء الله، بقي فقط حوالي 100 حديث نكملها غدا بإذن الله تعالى. وبالنسبة للطلبة الذين تابعونا من أول الدورة إلى نهايتها، يحضر معهم غدا كتبهم نجيزهم فيها بسندنا إلى الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، وبالنسبة لمن لم يحضرها كاملة نجيزه بقدر ما سمع منا، نجيزه فيما سمع منا منه، واضح؟ غدا بإذن الله تعالى في مثل هذا الوقت أو نحو ذلك، قبله أو بعده قليل في هذا، المهم غدا ليلا نجيز الطلبة الذين شاركوا معنا في الدورة، فليحضروا معهم نسخهم من شارك فيها كلها، نجيزه في الكتاب كله، كتاب بلوغ المرام بسندنا إلى الحافظ، ومن لم يشارك في يعني يحضرها كلها نجيزه بقدر سماعه، والله ولي التوفيق. نعم أجو خلاصي الأسئلة. طلعت اخرج دور، لا 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 من السلام عليكم، يقول جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، ما حكم من ترك عندك وديعة، ما حكم من ترك عندك وديعة نقدية وأذن لك بالتصرف فيها، هل يضمن إن سرقت؟ جزاكم الله خيرا. نعم تضمن، إذا تصرفت في الوديعة فأنت لها ضامن، حينما تتصرف في الوديعة بغض النظر بإذن صاحبها وبدون إذن، بدون إذن لا ينبغي أصلا، وبإذنه لا مانع، ولكن تصير ضامنا لها. يعني الشيء بالشيء يذكر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه إبان خلافته ذهب اثنان من أبنائه عبد الله وعبيد الله إلى العراق، فلما عاد قافلين يعني للمدينة أعطاهما أبو موسى الأشعري وهو واليه على العراق مالا، قال هذا اذهبا به لأمير المؤمنين بيت المال، ثم قال اشتلكما أن تشتريا به شيء تنتفعان به تربحان منه هناك، وإذا بعتم تعطونه رأس المال وتأخذان الربح، ففعل فاشتريا شيئا وربحا ما شاء الله. فلما وصل المدينة قال لهما عمر هو الوالد والدهم، قال أرسل معنا أبو موسى كذا كذا إلى آخره، ذكر له الأمر، قال هل فعل ذلك بغيركما؟ قال لا، قال إذن إنما حاباكما بها لأنكما ابني أمير المؤمنين، لا 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 يصح هذا، سأنتزع منكم رأس المال والربح. جيد، عبد الله بن عمر لزهده وورعه وكذا سكت، هو عبد الله. عبيد الله قال له ما يمكن بوي، كيف هذا؟ استظلمنا هذا المال، محل الشاهد الآن باش نفهم القضية، هذا المال لما كنا في الطريق لو ضاع ضامن فينا لأننا تصرفنا فيه، فإذا كان الضمان علينا أليس الربح لنا أيضا؟ الخراج بالضمان، الغنم بالغرم،
فقال له بعض أصحابه الجلساء قالوا صدق، إذن اجعله قراض، خذ منهما رأس المال وما كان من ربح فاقسمه، نصفه لهما ونصفه لبيت المال، ضمه إليه. ففعل، إذن قال نفعل ففعل. محل الشاهدين قالوا لي لما دامنا تصرفنا فيها إذن صار الضمان علينا، إذن كذلك الوديعة عندما تتصرف فيها بإذن أو بغير إذن الضمان عليك. إن شاء الله أظن المسألة واضحة. نعم. إذا تلفت الوديعة بعد تصرفك فيها صار الضمان عليك. نعم. قال هل يثبت الأذان في أذن المولود والإقامة، وأن يوزن شعره أن يحلق شعره؟ بالنسبة للأذان واضح السؤال. نعم. واضح، ما تحتاج. بالنسبة للأذان في أذن المولود، نعم، في ورد فيها حديث حسان. واضح. أذان في أذن نعم، ورد فيها حديث حسان. وأما بالنسبة للحلق فهذا ثابت في الصحيح، يبقى وزنه وتصدق بقيمته ذهبا أو فضة، يعني وزنه بوزنه، تأخذ الشعر وتضعه في كفة وتضع شيء من ورق يعني الفضة مثلا في كفة الأخرى وتزن، هذا ورد في آثار ضعيفة. أيوه. نعم سواء. نعم سواء المولود مطلقا، لأنه يراد بهذا أن يكون أول ما يسبق إلى أذنه وسمعه ذكر الله تبارك وتعالى، هذا هو المراد منه. نعم. هي المفروض تكون مباشرة بعد الولادة إذا أمكن. نعم. قالت هل صيام كفارة اليمين تكون على التوالي أو متفرقة؟ كفارة اليمين قال مالك رحمة الله عليه أن تكون متتابعة أحب إلي، وإن فرقها أجزأت، بل قال أعطى قاعدة عامة اللي هو مالك رحمة الله عليه، قال كل صيام مذكور في كتاب الله فتأديته على التوالي أحب إلي. واضح؟ نعم. نعم. هل المرأة إن كانت قادرة ملزمة بالأضحية أم لا؟ لا لا، إذا كانت يعني متزوجة إنما أضحية الزوج تكفي عنها وعنه وعنها وعن سائر أهل بيته. نعم. قال ما أما إن لم تكن متزوجة. نعم. وكانت يعني ذات سعة فهي مطالبة بها. نعم. طلب. قال حكم وليمة العقيقة والوكيلة وشراء السيارة الجديدة. إيش؟ حكم الوليمة، وليمة العقيقة، العقيقة. إيه؟ لها يدعو لها مثلا أناس وليمة، يجعل لهم وليمة. إيه؟ العقيقة. إيه؟ وكذلك الوكيلة. هذا سؤال آخر. نعم. يعني والله متعلق بهذا الأول. وفي نفس لكن السيارة إيش علاقتها بالعقيقة؟ إنه لما يشتري سيارة جديدة يجعل لها مثلا يجمع لها صدقة. نعم. إيه؟ بالنسبة للعقيقة تعق أنا، تذبح شاة أو شاتين. إيه؟ كما تقدم الكلام. جيد، على حسب الحال. وتأكل منه وتهدي وتتصدق، مفهوم؟ نعم. فمعلوم عندما نقول تأكل منه إن دعوت الناس ليأكلوا معك وإظهارا للفرح بنعمة الله التي أنعم عليك بها بهذا بالمولود أو المولود أو كذا، هذا لا مانع إن شاء الله تعالى، لا مانع من ذلك. نعم. قل لماذا الأيمان المغلظة تكون عند المنبر وبعد العصر؟ قل بهذا أمرنا، بهذا جاءت الآثار، لا نستدرك على شرعنا بلماذا. الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا أمر ربنا، لا ما عندنا إلا سمعنا وأطعنا، ليس كل شيء يمكن أن ندرك حكمته، ولكن هذا فيه شيء زجر، يعني يزجر الإنسان، ربما لو قلت له أحلف هو كل يوم يحلف ألف مرة تجري على اللسان وهكا عادي، صح النهار اللي تجيبه عند المنبر وتقول له بعد العصر وقف وأديها مستقبل القبلة ربما يخاف فينزجر فيؤدي الحقوق ويعترف ويقر وكذا، هذا هو. نعم. هل الأذان؟ الأذان. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،
أشهد أن محمدا رسول الله حي الصلاة حي الصلاة قال هل يقع طلاق المستثني بإن شاء الله؟ يقول إن شاء الله. ذكر العلماء رحمة الله عليهم أنه إذا علق الطلاق على المشيئة على مشيئة الله كإن شاء الله أو الكرام كما ذكر صاحب السلم السالك فإنه يقع، نقول شاء أن يقع خلاص. إذا قال لها أنك مطلقة إن شاء الله نقول له شاء الله أنها مطلقة خلاص، فقد شاء ذلك خلاص. يعني شوف المسألة منضبطة جدا، من يمكن أن نعرف مشيئته نبقى متوقفين حتى نعرف ما يريد. إذا قالوا إن شاء فلان أن تطلقي ستطلقين قلوا ما تشاء أنت، تشاء أن تطلق أم لا؟ إذا قال نعم فهي مطلقة، إن قال لا خلاص. أما من لا يمكن أن نعرف ما عنده مجرد أن يقولها كما لو قال إن شاء الله أو شاءت الملائكة أو كذا يعني نقول شاء الله خلاص مضت مشات. نعم. قال جزاكم الله خيرا، عند ذبح الأضحية ويسيل الدم المسفوح هل ذلك الدم يعتبر نجس مع البول ان تبولت عليه الأضحية والدم المسفوح؟ لا بالنسبة لبول الأضحية هذا رجيع، يعني ما يخرج من الحيوان المباح لأكل طاهر. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أناسا أن يذهبوا إلى إبله ويشربوا ألبانها وأبوالها، معروف الحديث، يعني ما يخرج منها طاهر بالنسبة. أما بالنسبة للدم المسفوح فقد نص الله عز وجل أنه نجس، أو دما مسفوحا لا يكون ميتتنا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إيش معنى الرجس؟ نجس. جيد. دم المسفوح نجس. كونه وردت الآثار أنه يقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض هذا كلام آخر، هذا نؤمن به كما جاء. نعم. وكما قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نعم. قال شروط ونوع الكسوة في قضية كفارة اليمين، كسوة ونوع نوع اللباس. بالنسبة للكسوة إذا كسوت بدلا من الإطعام اخترت أن تكسو 10 مساكين فإن كل واحد منهم تعطيه ما يكفي لأن يصلي فيه، ما تصح فيه الصلاة. إن كان رجل يكفيه قميص، وإن كانت امرأة فلا بد من درع وخمار. نعم. قالت جزاكم الله خيرا، امرأة خطف زوجها من البيت وغاب وهو الآن في 6 أشهر ودخل في الشهر 7 وهو غائب، منهم من يقول أنه مات وليس لهم يقين، هل تعتد أو تعتد أو تنتظر؟ لا واضح السؤال واضح، هذا يرجع فيه للقضاء، القاضي الشرعي هو القاضي ويحدد هذا الأمر يجتهد فيه، ليس مسألة فتية، فرق بين الأمور الفتية والأمور هذه واقعة ولا بد فيها من الرجوع إلى القضاء هو الذي يحدد. نعم. قال في باب البيوع ذكرتم بيع المزابنة، ما هو هذا البيع؟ هو المزابنة أن يعطيه من الزبن وهو الدفع، أن يعطيه الطعام في سنبله، الحب في سنبله مقابل كيله وزنا، واضح؟ نعم. هذا في سنبله، أو الزبيب مثلا، الزبيب مقابل العنب، الزبيب مقابل العنب، هذا عنب وهذا زبيب، أعطيني هذا العنب كذا كذا نعطيك مقابل الزبيب، هذا من الزبن المزابنة لا يجوز. نعم. قال شخص ماله من الدخان، لأن الأول الذي شرحناه به هو المحاقلة. مسألة الحبوب هذا حبوب. مع الآخر في السنبل هذه محاقلة. والمزابنة هي العنب مع الزبيب. نعم.
قال شخص يعرف معروف أن ماله من الدخان والشمة، هل تؤكل عطيته؟ لا، أصلا أن هذه أموال محرمة، لا شك أن الدخان محرم، وإذا كان الشيء محرم الله عز وجل إذا حرم الشيء حرم ثمنه، هذا هو الأصل. نعم. قال ما حكم سماع الأغاني والمعازف؟ المعازف الراجح عند جمهور العلم المنع، المنع فيها، لأن وإن كان قلنا أن هناك حديث في صحيح البخاري وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة، المهم اللي يهمنا منه يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، فذكره مع ماذا؟ مع ثلاثة أمور محرم، الحر هو الزنا، والحرير محرم على الرجال، والخمر محرم على الكل، واضح على كل الأمة يعني، فذكر معها المعازف. هذا الحديث أراد بعض من يقول أنه ليس على شرط البخاري أو أنه معلق وكذا، وهو كلام ابن حزم رحمة الله عليه، وكان يقول أنه يحفظ 21 حديثا في النهي عن المعازف، فقال لم يثبت عندي واحد منها ولو ثبت لقلت به، ولكنه ثبت عند غيره، إذا لم يثبت عنده هو فقد ثبت عند غيره فلا خير فيها. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقسم بالله عز وجل أن المراد بقول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري له الحديث مراد به الغنى وهذه الأشياء، وكان الأئمة كمالك رحمة الله عليه يقول لا يعجبني ينبت النفاق في القلب. نعم. هذا كتب سؤال طويل نوعا ما، قال بأنه ملخص سؤال، قال بأنه له إخوة شركاء في محل تجاري، وهو دخل بمبلغ 20 مليون والإخوة 200 مليون والإخوة 20 مليون، وبعد عدة سنوات بلغ حق الزكاة عند الرجل ولم يبلغ الإخوة لم يبلغ عندهم. اتضح، وصلت الفكرة، وصلت. نعم. إذا كان شركاؤهم مشتركون في مال حصصهم متفاوتة، فالعبرة بمن وصلت حصته النصاب، من بلغت حصته النصاب عليه الزكاة إذا دار عليه الحول، البقية الذين حصصهم لم تبلغ بعد لا شيء عليه. نعم. قال أكرمكم الله، الماء الذي يخرج بعد البول نزم، هل يجب فيه الغسل؟ هذا المذي، هذا يسمى المذي، هذا يجب منه غسل العضوي والوضوء. وهذا الذي ورد في سؤال علي رضي الله عنه لما تحرج من أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه المقداد من الأسود يسأله، فقال فليغسل ذكره وليتوضأ. نعم. قال أعيد لنا أنواع النذر السابقة جزاكم الله، أنواع النذر. هذا تفاصيل طويلة جدا، ليست سؤال فقط، هذا باب النذر موجود في الكتاب وفي غيره من الكتب، أيمان والنذور، النذور وحدها مفردة بباب يمكن الرجوع إليه، لأن تفاصيلها طويلة جدا. المهم إذا كانت شرعية إما أن تكون معلقة على شيء وغير معلقة، إذا لم تكن معلقة يجب الوفاء مطلقا، وإذا كانت معلقة إذا حصل المعلق عليه تعين الوفاء، والله عز وجل أثنى على أناس فقال أنهم يوفون بالنذر إذا كان النذر شرعي، أما إذا كان غير شرعي فلا شيء فيه. نعم. قال هل البسملة آية من الفاتحة؟ كلام طويل جدا لأهل العلم أيضا في هذه المسألة، هل البسملة آية من كل سورة أم جزء من آية من كل سورة، أم آية من الفاتحة فقط، أم جزء من آية من الفاتحة فقط، أم ليست شيئا من ذلك كله، وهو هي من القرآن قطعا لوجودها في سورة النمل، ولكن عموما الأولى أن نقول أنها منها، أنها جزء من الآية الأولى. نعم. يبدو أن هناك بعض الأسئلة متكررة، سؤال المكرر يرجع صاحبه إلى الحصص الماضية مسجلة يرجع إليها يجد جوابا. لا، وأصحابها مصرين على طرحها، من بينها أنه الزوجة هل لها أن ترفض السكن مع أهل الزوج، وهل يجب لها أن المسلمون عند شروطه إن كان قد اشترط ابتداء أنها تسكن مع أهله فيجب عليها الوفاء، وإذا اشترطت ابتداء أنها لا تسكن معهم فيجب عليه هو الوفاء، وإذا لم يكن هناك شرط نرجع إلى العرف. وهل لها أن تطلب سكن مستقل؟ خلاص نفس الكلام هذا هو. وهل يجوز لها أن تطلب الطلاق بسبب عدم توفر هذا؟ نفس الكلام، قلنا هل اشترطته ابتداء أم اشترط هو ابتداء السكن مع أهله أم لم يشترط هو ولا هي؟ إن كان قد اشترط أن تسكن مع أهله يجب عليها الوفاء لأنها المسلمون عند شروطهم، وإن اشترطت هي أن لا تسكن مع أهله وجب عليه هو الوفاء.
وإذا لم يكن هناك شرط رجعنا إلى العرف والعادة، ما هو عادة البلد والمجتمع والقبيلة التي ينتميان إليها ونحو ذلك، ونحكم فيهم العادة. وكما قال الله تبارك وتعالى: خذ العفو وامر بالعرف. العرف محكم إذا لم يصادم، العادة محكمة كقاعدة فقهية معروف. نعم. قال: هذا ذكر بأن هناك عمال يعملون في مجال تنقيب عن الذهب، وأخرجوا بعض الحجارة وذهبوا وتركوها ولم يرجعوا إليها، فهل من أخذ تحل له أم لا؟ لا، هو لا يخرجها إلا بإذن السلطان، ولا يأخذها غير من استخرجها بالإذن غيره. هذه كلقطة من لقط المسلمين إذا ضاعت منهم أمواله، أصلا لا يستخرجها المستخرج الأول ولا غيره إلا بالإذن. هذا هو مذهب مالك رحمة الله عليه، صريح في المسألة، واضح. لا يستخرج من الأرض شيء إلا بإذن الحاكم. جيد، إذا استخرجها بإذن وضاعت منه، فهي كاللقطة التي تضيع من الإنسان، لا بد من أن يبحث عن صاحبها. نعم. قال: ما حكم من قال لزوجته: عصمتك بيدك؟ هذا التمليك يسمى. هناك التمليك وهناك التخيير، وفرق، ويوجد بينهما فرق. التمليك يقول جمهور أهل العلم أنه إذا ملكها أمرها فليس لها إلا واحد من أمرين، جيد، وإذا خيرها فهي مخير، إن شاءت طلقة وإن شاءت طلقتين وإن شاءت ثلاثة. أما هذه إما أن تفارق وإما أن تبقى، وإذا فارقته من المجلس ولم تأخذ بقرار خلص رجع إليه الأمر وسلب من يدها، لابد أن تحسم أمرها وتتخذ قرارها في المجلس. نعم. قال: ما حكم التاجر الذي يمتهن التجارة ويجهل أحكام التجارة؟ لا ينبغي له ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه. نعم. قال: ما حكم من يملك سلعة هي من الدرجة الثالثة ويقول أنها من الدرجة الأولى؟ هذا غش، ومن غش فليس منا، ولا خلاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ما حكم حرموا في البيع كتم العيب. نعم. قال: ما حكم قيام المأمومين للصلاة قبل رؤية الإمام؟ هذا يختلف بحسب حال الإمام. إذا كان الإمام موجود في المسجد مجرد أن يشرع المقيم في الإقامة نقوم، وإذا كان خارج فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. واضح، إن كان خارج لا نقوم، ولو أقام المقيم لأنه ربما بينه وبينه اتفاق أنه إذا كان الدقيقة الفلانية فأقيم ونحو ذلك، فلا نقوم حتى نراه. وأما إن كان الإمام موجود مجرد شروع المقيم في الإقامة حق لنا أن نقوم. نعم. هل يصح للزوجة أكل حبوب المنع، منع الحمل دون علم الزوج؟ لا لا لا، هذه أصل الموانع الحمل لا تستعمل إلا اضطرارا عند الضرورة، الأصل فيها المنع إلا عند الضرورة، إذا دعت لها الضرورة النصائح الطبية ونحو ذلك. نعم. قال: عند وصول الميقات في العمرة أو الحج بعد العصر، هل تصلي ركعتي الإحرام أم تلبي فقط؟ لا مانع إن شاء الله تعالى من الصلاة ما لم يكن وقت الحرمة، لا مانع على كل حال. وأصلا ركعتي الإحرام هذه محل خلاف بين العلم، هل توجد ركعتان للإحرام أصلا أم أنه فقد صادف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة وأحرم على إثرها؟ لأن بعضهم يقول إنما هما ركعتا الطهارة، إذا تطهرت أنت مطالب بأن تصلي سنة كما في حديث بلال المعروف، جيد. وبعضهم فيقول هذه الصلاة إنما هي تابعة للطهارة. وعموما إذا كان الوقت الذي بعد العصر مباشرة هذا يفعل فيه ذوات السبب، وأما وقت الحرمة الذي هو وقت الغروب هذا لا يفعل فيه شيء من ذلك. نعم. لا، هو صلى العصر الظهر في المدينة، وصلى العصر بذي الحليفة، لما صلى خرج مباشرة، يعني تطهر وتنظف وكذا صلى الله عليه وسلم، تطهر يعني اغتسل، هو طاهر أصلا ولا ينجس صلى الله عليه وسلم، نقول اغتسل عشان ما يستدركوا علينا وكذا، اغتسل وصلى، واضح، ولكن صلى الفريضة ثم ركب. نعم، صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: صيغ التمريض، ما هي صيغ التمريض عند البخاري؟ صيغ التمريض أن يقول البخاري في حديث يروى ويحكى ويذكر ويقال وقيل، هذه الكلمات هذه تسمى صيغ التمريض، ليست كصيغ الجزم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ليست كما لو قال يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يحكى يذكر يقال. نعم. قال: من نسي التسمية قبل الأكل ماذا يفعل؟ فليسمي متى ما ذكر وليقول بسم الله على أوله وآخره. نعم. هل يمكن أن تشرح لنا لماذا لم يتم
لم يتم قياس الجوارب على الخفين مع لوجود الفارق، لأن من أجل لكي يصح القياس لا بد من اتحاد العلة، وهذا قياسا مع وجود الفارق. الفارق واضح. عمرك شفت واحد ماشي في الشارع بتقاشر؟ عبد الرحمن أنا الحمد لله تشوف الشارع والحمد لله، ولكن الخف أحيانا يمشوا فيه كان واضح. والخف لا ينفذ منه الغبار، ولا ترى البشرة من تحته، ولا ينفذ منه البلل. كل هذه المواصفات فيه، والجورب على نقيضه تماما، فهو قياس مع وجود الفارق. نعم. قال وما لا أدري ماذا يقصد هنا، قال لك من لم يحضر، وقيل الدورة لم يحضر لها إلا 4 أيام، هذا كيف؟ لا قلنا من لم يحشدها كلها معنا نجيزه بقدر ما سمع، قدر ما سمعه منا نجيزه فيه. ومن شيء حضرها كلها نجيزه في الكتاب كاملا، كتاب بلوغ المرام كامل نجيزه فيه بسندنا إلى الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. نعم. قال من هل من منح النقطة لطالب العلم وهو لا يحضر هل يعتبر شهادة زور؟ من منح ماذا؟ النقطة العلامة في التنقيط والدرجات. التنقيط والدرجات لا يجوز أن تعطيه، تشهد له كيف؟ تشهد له أنه حضر ولم يحضر، ما يمكن هذا. شهادة زور كده. زور. نعم. من قال لامرأته احسبي عدتك ما لا يقش به. هذه على كل حال كناية، والكنايات ينوى فيها ويوكل إلى دينه. هذه كناية قوية جدا ولكن ليست قطعية. فنقول بينك وبين الله ماذا قصدت بهذه الكلمة؟ وحسبك ربك سبحانه وتعالى. إن قال قصدت بها الطلاق فهي طلاق، إن شاء الله واضح. نعم. لأنها ليست صريحة. الصريح لا يحتاج، الكناية تحتاج نية. ينوى، قول الفقهاء ينوى ويوكل إلى دينه. نعم. قال ما حكم ما يفعله بعض الناس يجدك تشتري سلعة فيقول يوجد مثلها في مكان آخر بأقل وبجودة أفضل مع العلم أنه ليس تاجر؟ لا ينبغي هذا قبل أن تبدأ أنت في الشراء مع هذا. نعم، حين وجدك ذاهب للسوق لا مانع أن يقول لك من باب النصيحة اذهب إلى المكان الفلاني تجد الأجود أو تجد الأفضل أو تجد الأرخص. أما وقد اشترى اترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم. قال هذا يطلب منكم الدعاء جزاكم الله خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا وله الحال والمآل، ويصلح لنا ويسعدنا وإياه في الدارين نحن وأنتم ووالدينا وجميع المسلمين، ويوفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه، وأن يبلغ المقصود مما فيه خير لنا وله. خلاص. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. غدا بإذن الله تعالى نختم الدورة في مثل هذا الوقت إن شاء الله، وستكون الإجازة التي ذكرنا للطلاب العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.